السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في قناة كويزين تيتيما. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم كاب كيك بالشوكولاتة والكراميل، كيجي معلق ولذيذ بزاف. تفرحوا بيه وليداتكم بمناسبة الدخول المدرسي، وكذلك تعوضوه ليهم بداكشي ديال السقاطة ديال الحانوت. بالنسبة للسيدات اللي ما كينجحش معاهم لي كاب كيك وما كيجيهمش منفوخ وكيجيهم مدقص وما كيجيش طالع زعما طالع وشاد الفورمه ديال الكويرتات، اليوم ان شاء الله جديك واحد السر مهم جدا باش ينجح معاك. مالك غتبع معايا الفيديو للاخر. بالنسبه للناس لاول مره كيشوفوا القناه ديالي، ما تبخلوش عليهم اشتراك القناه وتفعيل زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. ودابا نخليكم مع الفيديو. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج جوج البيضات، بالنسبه للبيض ضروري يكون بدرجه حراره الغرفه او لا حراره المطبخ، القليل من الملح او لا قبصه الملحه، وكاس الا ربع ديال السكر حبيبات او سنيده، كيس من الفاني من فئه 8 غرام، غادي نطرب هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كنخلط الخليط حتى كيولي لي بيض بحال الشكل هذا. دابا غادي نضيف ليه نص كاس ديال الزيت، الزيت النباتيه او الزيت الروميه، وغادي نضيف ليه فلون كراميل. صراحه كيعطي واحد التعليكه زوينه وكيعطي واحد المذاق زوين بزاف. يمكن لكم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يمكن لهم يعوضوه بكاس ديال الحليب، فقط بالنسبه لهذا الفلون كيعطي واحد المذاق زوين واحد التعليكه فنه للكاب كيك. هنا من بعد ما خلطت الزيت هو مع الفلون، غنضيف هنايا بالنسبه للطحين اولا الدقيق، غنضيف الكاس الاولاني ديال الدقيق الابيض اولا الفورص، هذا بالنسبه للدقيق الكاس الاول عفوا. غادي نضيف ليه معلقه ديال الكاكاو، ملعقه كبيره مملوءه ديال بودره الكاكاو، وغادي نضيف ليهم واحد المعلقه ديال الشوكولاته الخاصه بالدهن، حتى هي كتعطي واحد التعليكه زوينه بزاف بالنسبه لهاد الكاب كيك، كتعطي واحد التعليكه غزاله بزاف. غادي نخلط مزيان هاد المكونات، نخلط شويه بحال هكا باش ما يثارش ليا الطحين. بسم الله. هنا من بعد ما طربتهم دابا غادي نضيف الكاس الثاني، وغادي نضيف ليه خميره اولا خماره من فئه 8 غرام، غنحركهم بحال هكا. عاد دابا نخش نخلط بالطراب. فانا كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام اللي غنحصلوا عليه ديال الكيك ديالنا، كيفما كتشوفوا كيبان لكم وهذا. دابا غادي نجيب هنايا الصينيه اولا المول اللي غندخل الفران بعد ما كنفعل نطيب هاد الكويرطات. غادي نجي وغادي نبدا نفرغ الكيك ديالي بحال هكا تقريبا. هنا غندير كل واحد غنعمر فيه النص تقريبا، يعني ما نعمروش بزاف. فكيف ما كتلاحظوا ان العجين ديالنا كيكون ثقيل شويه، ما كيكونش خفيف باش ما يهبطوش ليكم. هادو من بين الاسرار باش انهم يخليو الكاب كيك ما كيهبطش. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما كنعمر الكويرطات كاملين كنضربهم بحال هكا واحد شويه باش يتقاد المستوى ديالهم، وغادي نزين الوجه ديالهم بحبيبات ديال الشكلاط بحال هكا. صراحه هاد الكاب كيك كيحماق عليه بنياتي شخصيا، يعني كيعجبهم بزاف. احسن كاب كيك عندهم هو هذا، كيجي معلك فيه مذاق ديال الشكلاط مذاق ديال الكراميل، صراحه كيجي غزال بزاف. نبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكملهم.
نشارك معكم اهم سر انهم باش يجيكم لي كاب كيك طالعين وشادي الفورما ديالهم، يعني مكدي فورماوش. غادي ندخلهم المجمد واحد نصف ساعه بحال هكا، يعني غندخلهم بهاد اللاطه ديالهم، غندخلهم المجمد نصف ساعه ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نخرجهم من الفريكو ولا المجمد. فهنا كيف ما كتشوفوا بعد ما خليتها 30 دقيقه في المجمد غادي نخرجها وغندخلها مباشره للفران. تقريبا الفران يكون سخون من قبل لمده ما بين 15 دقيقه حتى 25 دقيقه وغادي نخرجوهم. فانا كيف ما كتشوفوا بعد ما كنخرجهم من الفران كيجيو على هذا الشكل، هذا كيف ما كيبان لكم كلهم منفوخين، كيجيو تماما في حديد الزنقه. كنصبروا عليهم حتى كيبردوا تماما عاد باش كنقيسوهم لحقاش هذا الشكل. الا كان سخون وقصتو كيخسر ممكن يخسر لي الديكور ديالو. غنخليهم دابا حتى كيبردوا نزولوهم من المول ديالهم بحال هكا. هنا كيف ما كتشوفوا لي كاب كيك ديالنا كيجيو على هذا الشكل، هذا صراحه كيجيو زوينين بزاف. غادي نحل لكم وتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل، صراحه كيجي معلك ولذيذ بزاف. كيف كيبان لكم صراحه كيجي زوين بزاف، كنتمنى انكم تجربوا. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم وتنال الاحسان ديالكم. كيف ديما ما تبخلوش عليا بجيم لا فيديو الا عجبتكم واشتراك القناه. نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله، وبسلام عليكم.